مثلا تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم، ولذلك فالحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بيسر لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يخصم ظهره. الله أكبر.